السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا متابعينا الكرام في قناتكم قناة YTDZ لأهم أخبار الجزائر اليوم. الحقيقة أعزائي المشاهدين، البارحة حدثت أشياء مهمة جدا وشهدت منطقة الشرق الأوسط تصعيدا في غاية الخطورة، بالفعل خطير متابعينا الكرام. وأخيرا أتى الرد الإيراني الذي لم يكن متوقعا الصراحة، حتى الصحف الأمريكية والغربية تفاجأت بهذا الرد العنيف والواسع من طرف إيران. يعني ولا واحد كان يتوقع أن إيران ترد بهذا الشكل، أنه عندنا أكثر من شهرين من تصريح المرشد الأعلى الإيراني خامنئي مهددة فيها إسرائيل بضربة انتقامية على مقتل مدير المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. التقارير تقول أنه إيران استهدفت عدة مواقع إسرائيلية عسكرية، من بينهم مطار حيوي ومهم جدا بالنسبة للجيش الصهيوني، يعني المطار الذي تم قصفه اسمه نيفاتيم، وكانت إسرائيل تستخدم هذا المطار من أجل تنفيذ عمليات الاغتيالات التي حدثت مؤخرا. وعدد الصواريخ الحقيقي لحد الآن ليس واضح ولم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي. يعني عندنا إسرائيل تقول أن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها يبلغ 180 صاروخ، في حين تقول إيران أنها أطلقت أكثر من 200 صاروخ. يعني الأنباء متضاربة وكل طرف يعطي أرقام على حسب هواه. يعني ولكن الجيش الإسرائيلي والمجرم نتنياهو أعطى تعليمات للشعب هناك في على المستوطنين الإسرائيليين بأنه لا يقوم بتصوير أي مشاهد وأخذ صور وفيديوهات للمشاهد القصف لأنها تحبط معنوية الجيش والشعب. هذه في الحقيقة، ولكن اليوم سأفضحهم بفيديوهات وأسرب لهم صورا وفيديوهات كارثية حدثت البارحة أعزائي المشاهدين. يعني عندنا مشاهد حصرية، الناس هناك في إسرائيل أكرمكم الله أصبحت تتبول على نفسها من شدة الخوف والهلع. يعني نحن نتحدث عن أمطار من الصواريخ، حرفيا إيران أمطرت إسرائيل بالصواريخ البالستية، وراح نشوف أيضا حالة الهلع والخوف للمواطنين هناك، يتركون أغراضهم في الأماكن العامة والقطارات ويهربون نحو الملاجئ. يعني يقولون بأنه أكثر من 8 ملايين شخص دخلوا إلى الملاجئ بعد هذه العملية الواسعة للقصف بالصواريخ البالستية الإيرانية، ومشاهد بالفعل تبدو أنها يوم القيامة كما وصفها الإسرائيليون، مشاهد لأول مرة سنشاهدها مع بعض متابعين الكرام بعد قليل. أيضا لدينا متابعين فيما يخص بالأخبار الجزائرية، مندوب الجزائر والدبلوماسية الجزائر تواصل تفحيم وضرب أعداء الجزائر، ومندوب الجزائر يرد ردا قاسي جدا على أحد أذرع الكيان في الأمم المتحدة ولا يوجد غير النظام المخزن أمام عدسات كاميرا، وسنشاهد كيف أحرجهم عمار بن جمع أمام العالم. والمندوب المروك التزم الصمت لأنه كان مصدوما من ردة فعل المندوب الجزائري التي كانت قوية وقاسية. أيضا لدينا متابعين الكرام، المرأة المروكية التي دعست ودنست على العالم الجزائري تم الانتقام منها من طرف الجزائريين المقيمين هنالك في الخارج. أحرار الجزائريين أعطوها درسا لا تنساه أبدا في حياتها، وهذه رسالة قوية جدا لكل من يتطاول على علم ضحى من أجله الشهداء بدمائهم وبأموالهم. فكانت متابعين هذه أبرز النقاط والأخبار التي سنتكلم عنها بالتفصيل في يومنا هذا. قبل أن نتطرق إلى التفاصيل من فضلكم تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب، فهذا سيدعم القناة كثيرا، ومن دون إطالة دعونا نبدأ في التفاصيل. يعني أعزائي المشاهدين، الجيش الإسرائيلي والمجرم نتنياهو أعطوا تعليمات للشعب الإسرائيلي بعدم أخذ صور وفيديوهات لأنهم كانوا دائما يكذبون على شعبهم بأنهم أقوى جيش في العالم وأنهم لا يردعون. ولكن كما تشاهدون هذا الفيديو تم تسجيله البارحة لهروب المجرم نتنياهو لحظة سماع الصواريخ وهي تطرق المدن الكبرى في الكيان الإسرائيلي. وكما ترون ما يقوله الخبر متداول لحظة هروب النجس نتنياهو، أذلك الله وأخزاك أيها النتن وجعلك الله عبرة وآية. فهذا ما يتم تداوله متابعين الكرام حول هروب نتنياهو ودخوله إلى الملاجئ بعد ساعة قليلة من خبر نزول الصواريخ. أيضا هنالك فيديو آخر للمجرم نتنياهو يعني بعد دخوله إلى الملجأ، يظهر في صورة يعني وهو يبدو أنه خائف ومتوتر بشكل كبير. كما ترون ما تقوله الصفحات، ارتعاش يد نتنياهو خلال رسالته المصورة الليلة، مما يشير إلى حالة من الخوف والتوتر من الهجوم الصاروخي الإيراني. نتنياهو لم يخرج من صدمة هجوم الصواريخ أية الله خامنئي.
كما تشاهدون يعني متابعين الكرام أيديه ترتعش بعد ذلك الهجوم الإيراني العنيف والواسع. فهذه رسالة قوية جدا وجهها النظام الإيراني إلى الكيان. أيضا لدينا مشاهد وأخبار أخرى متابعين الكرام تتكلم عن هذا الهجوم الواسع. فماذا تقول أخبار روسيا الاتحادية؟ تقول مصادر خاصة لأخبار روسيا الاتحادية أكثر من 20 مقاتلة إسرائيلية من طراز F-35 الأمريكية من GD5 دمرت نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني. يعني بالفعل متابعين الكرام ربما أغلبكم شاهد المشاهد للصواريخ والأمطار من الصواريخ الإيرانية التي نزلت على المطار بأعداد كثيفة جدا، وتم استهداف فيها المطار. ويقال حسب الأخبار أن كما ترون مقاتلة F-35 يعني هذه الطائرة السعر تاعها يبلغ للواحدة 75 مليون دولار. فتقول هذه المصادر أن إيران نجحت في تدمير 20 مقاتلة إسرائيلية التي كان يتم استخدامها من أجل عملية الاغتيال والقصف في المناطق في لبنان وفي غزة. فهذا متابعين الكرام إن كان هذا الخبر صحيح فهو أمر جيد جدا بالنسبة للمنطقة الشرق الأوسط. أما في خبر آخر متابعين الكرام، هناك فيديو يتم تداوله بشكل واسع لهلع الإسرائيليين وهروبهم من المكان فور سماعهم صفارات الإنذار ودخولهم إلى الملاجئ. وكما ترون في هذا الفيديو، الإسرائيليون الذين فروا لحظة دوي صفارات الإنذار تركوا حقائبهم وأغراضهم على متن الحافلة كما تشاهدون. يعني لدينا وبضائع وأغراض تم تركها في شارع بعد سماع ذلك الصوت. تركوا أغراضهم وراحوا الشباب الطيبة اللي بده بندورة خبز. شباب بندورة خبز مكرة إيه فطعمة. لدينا مشاهد أخرى متابعين الكرام وصور أخرى، يعني أكرمكم الله نعتذر على هذه الصورة يعني، ولكن هذه حالة المواطنين الإسرائيليون هنالك بعد القصف العنيف الذي حدث البارحة. كما تشاهدون خروج الحفاظات عن الخدمة، أول مستوطنين يتبولون على الهواء مباشرة. مشاهد مخزية ومحرجة جدا متابعين الكرام، وهذه نتيجة المواطنين الذين يأتون إلى أراضي غير أراضيهم ويستطيعون فيها، يعني يتظاهرون بأنهم متحكمون في الوضعية، ولكن في الحقيقة المشاهد والصور تعطي عكس ذلك كما ترون. لدينا متابعين الكرام فيديو آخر يعني تم تسريبه بسبب أن الجيش الإسرائيلي يعني منع باتا تصوير فيديوهات في هذا الوقت الحساس، ولكن تم تسريب هذا الفيديو. الفيديو اللي راكم تشوفوه فيه الآن هو هبوط مروحية على متنها جنود إسرائيليين بعد كمين لحزب الله لقوة مشت على الحدود الشمالية. يعني كما نعلم في الأيام القليلة الماضية أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية الغزو نحو الأراضي اللبنانية، ولكن يبدو أن حزب الله بدأ بالفعل باستهداف القوات الإسرائيلية في المنطقة. وهذا الفيديو يظهر أن المروحية تجلي عدد من الجنود المصابين والقتلى من الجيش الإسرائيلي. أيضا لدينا مشاهد أخرى متابعين الكرام، يعني اليوم سأفضحهم حرفيا لأنه حدثت كوارث، يعني هذا بمثابة هذه المشاهد لا نراها كل يوم. كما ترون عاجل عشرات سيارات الإسعاف تنتظر مروحيات في رامبام على متنها عدد من الجنود بعد حادث صعب نتيجة كمان لحزب الله في الشمال. يعني كما قلت لكم متابعين الكرام، هذا الفيديو اللي نشرته معكم قبل قليل للمروحية، هذه سيارة إسعاف تنتظر هذه المروحية من أجل إجلاء المصابين. أما في خبر آخر متابعين الكرام، هنالك صورة يتم تداولها لأحد قادة الدول العربية وقائد ورئيس الأردن. فماذا يقول الخبر؟ وجه كلمة للملك الصهيوني البندوري عبدول الأردني بعد إصراره على خيانة شعبه وأمته العربية في حماية الكيان الإسرائيلي من الصواريخ الإيرانية. يعني متابعين الكرام، من المعروف أن الأخبار التي تم تداولها البارحة أن الأردن شاركت في عملية الدفاع عن المجال الجوي الإسرائيلي وقامت باعتراض عدة صواريخ إيرانية للمرة الثانية. يعني كما نعلم إيران قامت بهجوم واسع في المرة السابقة في شهر أفريل، وهذه المرة تقوم بالهجوم وللمرة الثانية يقوم فيها هذا الرئيس الخائن بالدفاع عن الأجواء الإسرائيلية ويقوم بإسقاط الصواريخ الإيرانية التي كانت تستهدف الكيان الإسرائيلي. فوجه له كلمة متابعين الكرام في التعليقات لهذا الرجل الغير الشريف. أيضا متابعين الكرام لدينا، يعني بعد الضربات القوية التي تلقاها الكيان الإسرائيلي، الشعب المغربي يخرج في مظاهرات عنيفة جدا وينقلب ضد محمد السادس. يخرجون في مظاهرات ويرددون شعارات فوسفات
وزوج بحورة وعايشين عيشة مقهورة، جوج بحورة والفوسفات وعايشين تحت الصباط، القهر والجوع يخرج المغارب إلى الشوارع تنديدا بظلم المخزن الوظيفي العميل. يعني بالفعل متابعين الكرام، تعتبر المغرب من أكبر الدول التي فيها مادة الفوسفات في العالم، يعني تستحوذ على قرابة 70% من مادة الفوسفات، وهذه الفوسفات مهمة جدا لعملية الزراعة والمحاصيل الزراعية. فالشعب المغربي يخرج غاضبا من الثروات الطبيعية الهائلة التي تتواجد في الأراضي المغربية، رغم ذلك الشعب يعاني من الفقر والتهميش، لذلك يخرجون ليلا ويطالبون بحقهم كما ستشاهدون في هذا الفيديو. أيضا لدينا متابعين الكرام بخصوص الهجوم، يعني لدينا العديد من الفيديوهات، أعتذر متابعين الكرام ولكن لدينا الكثير من الأخبار والفيديوهات. كما ترون هذا الفيديو تم تسجيله البارحة، لحجم ومساحة الصاروخ الذي ضرب الأراضي الكيان، يعني شاهدوا حجم الدمار الذي خلفه ذلك الصاروخ الذي ضرب الأراضي الإسرائيلية. فماذا يقول مراسل شبكة بي بي سي من أمام مكان سقوط أحد صواريخ إيران؟ يقول المبنى هنالك على بعد 1500 متر هو مقر وكالة التجسس الصهيونية موساد، يعني حسب الأقوال يقال أن هذا الصاروخ كان يستهدف مكان التجسس الصهيوني اللي في الوراء هناك متابعين الكرام كما ترون، ولكنه يعني سقط على بعد أمتار قليلة جدا على المقر للموساد الإسرائيلي، ولكن شهدوا حجم الدمار الذي خلفه هذا الصاروخ الذي انفجر بصورة كبيرة وعنيفة. يقول يعني فيه 30 مترا في العرض والعمق أيضا 30 متر، فهذا متابعين الكرام هي قدرة الصواريخ البالستية، لديها قدرة تدميرية كبيرة جدا. أيضا متابعين الكرام يقال حسب الأخبار أن الصاروخ الذي تم تنفيذه من طرف إيران، روسيا لديها يد في الموضوع، يقال أن روسيا تدخلت بشكل غير مباشر في هذه الهجمة وهنالك تنسيق بين إيران وروسيا. فماذا تقول أخبار روسيا الاتحادية؟ تقول الهجوم الإيراني على الكيان الصهيوني كان بتنسيق مع روسيا، وأغلب الصواريخ الإيرانية تمت بتوجيه الأقمار الصناعية الروسية. الآن عرفنا لماذا اجتمع الرئيس بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي. فهذا الخبر متابعين الكرام في غاية الخطورة، يدل على أن هنالك أطراف خارجية وقوى عظمى تتدخل على خط الصراع، يعني لدينا بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت في الحرب. الآن نشاهد أن روسيا تتدخل وتدعم فيها الهجوم الإيراني، وإذا استمرت الحال على ما هو عليه الآن فقد نشهد حربا إقليمية طاحنة وربما حرب عالمية ثالثة، لذلك الأمر خطير جدا. لدينا متابعين الكرام بخصوص الحدود الجنوبية للجزائر مع مالي، تم تسجيل فيديو البارحة كما ترون في هذا الفيديو، العثور على نظام باستير مزيف لقوة فاغنر في الطريق نحو تنزواطين. الغريب في الأمر الأزواد لا يملكون مقاتلات درون الضخمة لاستهدافها مثل هذه، لماذا فعلت مالي وفاغنر هذا؟ هل للفت الانتباه الجيش الجزائري واستفزازه ودفعه للتدخل جوا وقصفه ظنا أنه موجه للقوات الجوية الجزائرية؟ الحقيقة متابعين الكرام هذا سؤال مهم جدا، أريد رأيكم في التعليقات حول هذا الموضوع، أكتبوا رأيكم في التعليقات حول هذا الموضوع لنعرف الأسباب في رأيكم لماذا فاغنر وضعت هذه منظومة الدفاع الجوي. لدينا متابعين الكرام أخبار مهمة جدا تتحدث عن التحالف الاقتصادي والسياسي بين الدول الثلاثة، بين تونس وليبيا والجزائر، وكما ترون في هذه الصور وبتوقيع ويتوقع الاقتصاديون في ليبيا وتونس والجزائر نسبة 30% من التبادلات الإقليمية ونمو بنسبة 5% على قدم المساواة مع مناطق التبادل الحر وفتح حدود مشهد صالح بين الجزائر وليبيا في إطار تشجيع التبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدان الثلاثة. لدينا متابعين الكرام كلام مهم جدا يقوله الرئيس الجزائري السابق أحمد بن بلة، يقول الذي دمر غزة هي أمريكا، والذي يدمر اليوم لبنان هي أمريكا، الكيان الصهيوني أضعف وأجبن أن يفعل ما يفعله لولا أن أمريكا هي التي تحارب وبتخطيطها واستخباراتها وتكنولوجيتها وسلاحها وخبرائها وحلفائها من الدول الغربية والعربية بل حتى بجنودها، كما سترون وتسمعون ما سيقوله الرئيس الجزائري السابق أحمد بن بلة حول الجيش الأمريكي وتوغله في منطقة الشرق الأوسط. ما تريد إسرائيل؟ قل لي ما تريد أمريكا؟ من إسرائيل بالنسبة لي؟ نعم. يعني هي أمريكا؟ هذا يعني ماذا تريد أمريكا من بعد نحو التاسف؟ أحداث أحداث تريد شيء خطير؟ نعم. تريد أن تسيطر ترصد في يدها على المنطقة؟ نعم. على فلسطين، على لبنان، على مصر، على العراق، وتدمر العراق. نعم. وتضرب طهران. نعم.
تضرب ليبيا، تضرب جنوب السودان، وربما يضرب حتى كوريا الشماليه. لدينا متابعين الكرام في خبر اخر وفي فيديو اخر، مندوب الجزائر يفحم مندوب المغرب ويقول له لا تتكلم معي، انما تكلم مع رئيس المجلس البرلمان او رئيس الامم المتحده. ممثل المغرب يرتبك ويده ترتجفان كما ترون. عمار بن جامع يطلب نقطة نظام، وهو يطلب من رئيس الجمعية العامة بأن يلزم ممثل المغرب بتوجيه خطابه للرئيس، أي رئيس الجمعية العامة وليس لممثل الجزائر. فهذا كان ردا قاسي وصارم جدا من طرف الجزائر على نظام المخزن المجرم. لدينا في خبر آخر متابعين الكرام، أعتذر لا أستطيع أن أظهر لكم المشاهد العنيفة للهجوم العنيف التي تعرضت له المواطنة المغربية التي داست على العالم الجزائري، ولكن يمكنكم مشاهدة الفيديو متابعين الكرام على تويتر. فماذا يقول الخبر؟ يقول المغربية التي دنست الرأي الوطني الجزائري في إيطاليا حكمها المصغر أحفاد الشهداء. هذه إلا البداية متابعين الكرام، يعني هذا ردا قويا جدا على الاستهزاء والتنكيل بالعالم الجزائري من طرف الجزائريين الأحرار الذين يعطون رسالة مهمة جدا لجميع الأشخاص الذين يهاجمون الراية الوطنية والشعار الجزائري. وبهذا نكون أعزائي المشاهدين قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن أعجبكم الفيديو من فضلكم تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب، فهذا سيدعم القناة كثيرا ويشجعني على تقديم المزيد، وسألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.